واش ما عندوش عائله اللي غيوقفوا معاه؟ واش عنده هاد الناس اللي جاوا صافي وغيوقفوا معاه؟ الله يحسن العوال. سمعنا بان الزوجه ديالو مريضه وبان الام ديالو مريضه. ونتمنوهم الله خير، حنا غندخلوا دابا على الخط ونشوفون. سير السي مصطفى، سير السي مصطفى راه غيدخل دابا باش يرقيه. حيدو حيدو خليو الساخ السي مصطفى. عندك يكون على حساب الصوت. اجا السي مصطفى، السي مصطفى غادي. الصوت الحمزة حمزة اللي معاك. سير بحال الحمزة ديالنا. غندخل ولا غتقرا؟ حنا غادي حنا قرب تما هشام. السلام عليكم. ادخل داخل هشام. الراقي مصطفى العربي في هذه اللحظات. هشام خرج عندنا. هشام شوف شكون غيحكي؟ قول لي مصطفى العربي غيبغي يهضر معاك. معاك الفقيه هشام. السي مصطفى العربي انا قلت لي الفقيه عليه، الفقيه عليه اللي قلت لي رجع. طيب هل تخرج عندي؟ ها هو. طيب يا هشام يا هشام اسمعني اسمعني، هل تستطيع الخروج عندي؟ استطيع الكلام معك وسمع صوتي وصوتك. طيب جميل جدا، كيف حالك يا هشام؟ لست على خير. لماذا؟ لأن الفساد ظهر في هذه البلاد. والله تبارك وتعالى بين هذا في القرآن وأنت غير مسؤول عن هذا الكلام. طيب الآن اسمعني اسمعني يا هشام، الآن هؤلاء الناس يريدون لك الخير ويريدون أن يقفوا في جانبك في كل خير، هل تستطيع الخروج عندنا طاعة لله تبارك وتعالى؟ الناس الكبراء في السجن. نعم نعم، هل تستطيع الخروج عندنا لكي نتكلم معك ويصل صوتك للعالم؟ طيب هل تستطيع الخروج عندنا؟ هشام هل تستطيع الخروج عندنا؟ طيب الآن يعني اكيد حيدوا هذاك الحجر باش يحاول يخرج عندنا ان شاء الله. راه غيخرج، راه هو فيه خير ان شاء الله. كيسمع 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 الكلام. هو رجل طيب، هو رجل طيب، فيه الجن المسلم، كيقرا القران. يعني هذا الكلام يدل على انه في الجسد ديالو الجن المسلم، يعني كيدل على ان في الجسد ديالو يتكلم بانه جني مسلم الذي صعد ويتكلم. نعم كما قلنا ان الحاله ديالو وهذا الكلام اللي قال دابا يوحي على انه فيه يعني جنا مسلما، ولكن راه عنده حتى الامراض النفسيه. ما نخفيوش هذا الامر، ما نخفيوش يعني ما نقولش عنده الجن فقط، كاينه امراض نفسيه وامراض عقليه. يعني من هذا المنبر كنوجه لشي طبيب يتدخل، غنقدوه شي الا دخل طبيب وراقي كون على يقين.